وكيبا يركب في الطوموبيل ديالو كنقول له سعاده البشر بيطرطع عليا كيقول لي واش غندير لك انا بوحدي سيري عند العامل رئيس البلديه يقول لي سيري عند الباشا وكيلوحوا فيا واليوم راه تحقرت ومالكنا ومحمد السادس ورفيق راني مرت والله يرحم الوالدين وراك خدام ولكن هذا ولاد الحرام ما خدامش معاك الله يبعد عليه ولاد الحرام والله يبعد عليه دوك الشفاره اللي داير النبي منا ما اخلنوش الله ياخذ في دين امو الحق. متتبعي السفير 24 السلام عليكم، معنا فاطمه مرزوقي من مدينه بن سليمان عندها واحد المشكل وغادي تعاودوا لكم. السلام عليكم، معكم مرزوقي فاطمه مدينه بن سليمان. انا الله ينصر سيدنا الله يشافيه الله يشوف فيه الله يبعد عليه ولاد الحرام والله يبعد عليه دوك الشفاره اللي داير النبي منا ما اخلنوش الله ياخذ في دين امو الحق. هاد السيد عصبني، هاد اخلنوش رئيس الحكومه راه بزاف الله ياخذ فيك الحق، نزلتي في الاسعار وزدتينا بلامو وانا مراه جاله عديت جوج ولاد لاصق ليا في راسي وقلتي لنا هاد لامو في الاخر طلع ليا المؤشر وانا كنطلب باش عيشه كنمشي على الجامعه كنطلب الله ياخذ فيك الحق، ما عندي لا خدمه لا ردمه لا حتى حاجه، عندي بيت في القزير طاع عليا في يد هاد فاش ضرب الزنزان في يد الحوز البيت في القزير مشقق تشقق وكله طاع عليا، وملي طاع عليا ملي كنمشي للسلطه كيقمحوني الباشا كيحضر راسو كيركب في الطوموبيل ديالو كنقول له سعادة البشر بيطرطع عليا كيقول لي واش غندير لك انا بوحدي سيري عند العامل رئيس البلديه يقول لي سيري عند الباشا وكيلوحوا فيا واليوم راه تحقرت. عاش الملك ومالكنا ومحمد السادس ورفيق راني مرت والله يرحم الوالدين وراك خدام ولكن هاد ولاد الحرام ما خدامش معاك، راك انت خدام راك راه ملك زين وملك المغرب ولكن راه هاد الشفاره اللي داير بك. اش هو المشكل اللي عندك؟ عييت المشكل اللي عندي عييت راني عييت وعييت وعييت وسمحوا لي يا اخوتي المواطنين المغاربه وداخل الوطن وخارج الوطن راه عييت وهذا الفيديو بغيت توصل ديجا دايره فيديوهات وراني شويه كنديركم سمحوا لي وبورطاجيوني ووصلوا لي صوتي والصوت ديالي بغيت توصل وتعاونوا معايا المحسنين راه عندي جوج وليدات وارميله ما عنديش الراجل وراني ما طلبت من ياكل وراني مقموحه من السبيطار مابقاش كنمشي ليه كنبغي نمشي ندوز كيقول لي اعطينا الراميد ولا اعطينا لامو وانا ما عندي لا لامو ولا راميد الراميد فاق مشيت غنصوب لامو قالوا لي تي بوحدك قلت لي ما عندي جوج دراري الدريه ما حاطهاش الدري محطوط قال لك حقك سيري جيبي لك معاك الناس طالبين الناس في الزنقه وجيبي مدخلين معاك باش تطيح لك مؤشر نعاور طانا بالناس دايزين في الزنقه ومنين تعاود تدخلوا معايا في لامو راه عيب اخنوش عيب. نتمنى الصوت ديالك يوصل ان شاء الله. الله ينصركم والله يعاونكم ووصلوا لي صوتي وهذا الصوت ديالي بغيت يوصل للمحسنين ووصل للمسؤولين والله ينصر سيدنا وتا صوتي بغيت يوصل للملك.